بيقولوا ان في حالات فردية. فردية في الشباب. اعرف ان احنا بقى واعي جدا وفاهم. احنا البلد كلها انتوا عرفتونا الصراحة. انا اسفة لللفظ بس احنا زهقناكم، لازم تكون عارف كده. انتوا بتشتموا في السيسي، وإلا انت طالع تشكك في السيسي هيبيع ارضنا. يا شيخ اتقي الله. اللهم اجعلنا من المتقين. عيب عليكم. عيب. الناس عايزه تاكل، عايزه تشتغل، عايزه تبني بلد، ده مش عاجبك. واحنا يا فندم عايزين نبني البلد برضه مع الدوله برضه يا فندم. ما الدوله مش هتقوم من غير الشباب يا فندم. يا استاذ شريف ارجوك تسمعني، انت بتتكلم طول الوقت. اتفضلي. اذا مش عاجبك البلد يا فندم. لا يا فندم انا عاجبني البلد جدا ومش همشي من البلد وقاعد في البلد دي وهموت في البلد دي. وفي الاخر تاخد فلوسك وتعيش حر زمانك في امريكا ولا سويسرا ولا. لا انا مش همشي، انا قاعد في البلد دي مش ماشي. عمال تشتم في جيشنا وتشتموا في شرطتنا وتهزقوا في رئيسنا وتهزقوا في داخليتنا. محدش يا فندم انا ما طلعتش، انا مش ده بغيري، انا ما طلعتش لا غلطت في رئيس الجمهوريه ولا طلعت بجوازي مع الداخليه. انا بقول على حقيقه موجوده.